هيبقى مخدوم اكتر دراميا ومش بيخدم كله على بطله. بدي من صوتك انا كده لما اتدلع اخنف. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل احبائي احبائي قناه ياسمين في اليوتيوب واخبار النجوم. الحقيقه كنا عملنا فيديو من كام يوم عن الجميله ياسمين عبد العزيز، وده لما خرجت علينا بدريه طلبه وقالت طبعا ان هي بتحب ياسمين عبد العزيز جدا، وده لما سالتها المذيعه اذا كنت تقدري تشتغلي مع ريهام حجاج ولا لا، تقبلي ولا لا، فردت وربطت ده ما بينها وما بين طبعا ياسمين عبد العزيز، وعبرت عن حبها الشديد جدا لياسمين عبد العزيز. وكلنا عارفين طبعا ازمه ريهام حجاج وياسمين عبد العزيز. وأثناء لقاء بدرية طلبة تطرقوا لموضوع توفيق عبد الحميد. طبعا كلنا عارفين الفنان القدير توفيق عبد الحميد، وأنه بعد ما رجع لنا بعد 12 سنة بمسلسل يوترن مع ريهام حجاج قرر فجأة أنه هو يعتزل. وطبعا بدرية طلبة عبرت طبعا بسخرية جدا عن الموضوع ده، وهفكركم ونرجع نشوف مع بعض هي قالت إيه عن اعتزال توفيق عبد الحميد. بعد المسلسل ده هعتزل. يا عيني، الراجل كان قاعد في حاله وكان جاي منه برضه، الراجل هيعتزل وعايزاني أروح؟ ربنا يخلي لي ياسمين. وزي ما انتوا سمعتوا اكدت بدريه طلبه اعتزال توفيق عبد الحميد بسبب ريهام حجاج، وقالت ان الان عندها عاليه شويه وان هي بتهمش الناس اللي معاها وبتخليهم ممثلين درجه 10، وده اللي بياكد لنا نفس المشكله اللي حصلت السنه اللي فاتت ما بين ريهام حجاج وما بين ايتن عامر، واللي وصلت للمحاكم دلوقتي. خرج علينا بقى توفيق عبد الحميد وقال ان هو هيعتزل، وده بسبب حالته الصحيه، وده لانه فنان قدير ومحترم. ولب حلقتنا النهارده بقى معانا الناقد طارق الشناوي، اكد لنا عن اسباب اعتزال الفنان توفيق عبد الحميد وكشف لنا مفاجاه كبيره جدا. وزي ما بيقولوا بعد الفاصل هنواصل، لكن ما ننساش طبعا نضغط لايك للفيديو. أكد لنا الناقد طارق الشناوي عن أسباب اعتزال الفنان توفيق عبد الحميد، وأوضح إن مسلسل يوترن هو السبب الرئيسي وراء قرار الاعتزال، خاصة وإن الاتفاق معاه كان على دور كبير، دور مهم جدا في المسلسل. لكن اكتشف طبعا الفنان القدير أثناء التصوير إن هو بيتم تهميش كافة أبطال العمل، وبالتأكيد ده ما عدا البطلة اللي هي ريهام حجاج. وقال الناقد طارق الشناوي من خلال لقائه مع أميرة بدر في برنامج ورا الشمس، وعلق وقال علق على قرار الاعتزال، وده بعد الانتهاء من مسلسل يوترن واللي بينافس حاليا السباق الرمضاني. وأكد ان اعتزال توفيق عبد الحميد بسبب التهميش، وقال هو علشان شخص عظيم نفى ان يكون اعتزاله بسبب ريهام حجاج، وده يحسب له. تابع تصريحاته وقال صحيح ريهام مش السبب بشكل مباشر، بالعكس كانت بتعامله زي والدها، لكن السبب ان الكاتب والمخرج عينيهم عليها مش على العمل ككل. توفيق لما دخل المسلسل ما كانش مكتوب كل الحلقات، وكانوا مفهمينه ان دوره كبير ومهم. استكمل تصريحاته وقال بعد كده لقى ان النتائج مش قد كده، واكد وقال ان المشكله مش في ريهام، المشكله في التوليفه كلها، معتقدين علشان يعملوا منها نجمه لازم يعملوا كل ده، هي محتاجه لحد زي كامل ابو ذكري علشان يقدر يقود المسيرة، وأكد على أن ريهام موهوبة. وقال المخرج لما بيكون كويس جدا بيطلع طبعا الموهبة. والحقيقة هنا طارق الشناوي كان شخص حيادي جدا، حاول يرضي جميع الأطراف زي ما بيقولوا مسك العصاية من النص، لكن اعترف لنا وقال لنا عن أسباب اعتزال توفيق عبد الحميد واللي الكل كان شاكك فيها بنسبة 90%. كلنا عارفين طبعا أن أكيد ريهام كان ليها دخل. الحقيقة كل سنة وكل رمضان وكل مسلسل بيحصل مشكلة بسبب ريهام حجاج وبسبب تهميش الأبطال اللي معاها. والحقيقة هنا بنوجه لها رسالة وتحذير، لأن بالشكل ده طبعا كتير من الأبطال بعد كده هيعتذروا عن المشاركة في العمل، وده طبعا علشان تهميش ادوار، عشان هي عايزه كده. ده بينعكس على بقيه الادوار، بمعنى انا كنا قرينا توفيق عبد الحميد لما اعتذر الراجل بتاع معلش بقى انا عايزه اسالك على الكواليس. بما ان احنا فتحنا الموضوع وانا ما فتحتوش، يا حضرتك اللي فتحته فانا مش هقدر ما استوقفش عنده. نجم كبير زي توفيق والناس كلها بتحبه وبتقدره وراجل محترم جدا وممثل قدير جدا، وقعد 12 سنه يرفض فلوس، يرفض ادوار، وهو مش غني ولا حاجه يعني يعني محتاج لفلوس كان بيرفض. مظبوط تمام. اما يشتغل عمل مع ريهام حجاج، وحضرتك لسه قايل دلوقتي ان ريهام حجاج بتحاول تفرض نفسها كنجمه،
تمام؟ ايه اللي يخليه بعد اللي عمل معاها ان هو يكتب بوست ان هو يعتزل التمثيل خالص؟ الناس ربطت ده بعمله مع ريهام. توفيق عبد الحميد كشخصيه كانسان عظيم اول حاجه عملها انه نفذ. سبب ايه السبب؟ السبب انه الكاتب والمخرج برضو عينهم عليها مش على العمل، فبيبقى كله عند قد الوعود، فلقى انه مهم هي في تهميش للي بيشتغلوا وقد اكون مخطئ عشان ما حدش يزعل منه. خيال توفيق عبد الحميد كان اكبر من النتائج اللي كان عشان وصلنا كده. الامور بقت واضحه جدا وعرفنا ايه سبب اعتزال الفنان توفيق عبد الحميد، وكل التكهنات اللي كنا فاكرينها عن اعتزال الفنان توفيق عبد الحميد بسبب ريهام حجاج بقت واضحه وبقت شبه اكيده. والحقيقه الجمهور دائم المقارنة ما بين الفنانة الجميلة في رش السينما الفنانة ياسمين عبد العزيز وما بين ريهام حجاج، طبعا كلنا عارفين أزمتهم مع بعض. لكن الحقيقة الشيء الجميل إن دايما ياسمين عبد العزيز في تقدم، ومحبة الناس بتزيد ليها يوم بعد يوم. وكتير الحقيقة من الجمهور شايفين إن المقارنة دي مقارنة غير منطقية. وطبعا كلنا شفنا الفنانة الجميلة ياسمين عبد العزيز السنة دي وإعلانها اللي مكسر الدنيا. فورورد مني للمعازيم بس تحسوا كده مش هو مش هو 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 هو. مستنينهم ان شاء الله السنه الجايه في الفوازير. والحقيقه بقى من حب ربه وحب فيه خلو، تعالوا نشوف سلوى عثمان هتقول ايه على ياسمين عبد العزيز. يعني مش الجمهور بس اللي بيحب ياسمين، تعالوا نشوف قالت ايه. طول النهار اعمل له كده رمضان هو هو، فطبعا واكيد مش انا بس، اكيد في ستات كتير هتطرد من البيت بسبب اكيد هو اكيد كلنا بنردد الاعلان ياسمين عبد العزيز. لا تحفه ياسمين عبد العزيز، يعني ربنا يديها الصحه يا رب ويخليها ويباركها ويبارك لها ويحفظها وتعمل لنا الحاجات الحلوه دي. وزي ما انتوا سمعتوا، علشان كده احنا النهارده في اخر الفيديو اول شيء بنطلب من الفنان توفيق عبد الحميد يعيد حساباته، لان بالتاكيد هو فنان قدير وكلنا بنحبه. وان شاء الله كل الاعمال اللي جايه مش هتكون زي يوترن، ان شاء الله هتكون افضل. كمان بنوجه رساله في اخر الفيديو لريهام حجاج، يا ريت تعيد مره تانيه حساباتها. ولحد كده النهارده هكون وصلت معاكم لنهايه حلقتنا، اتمنى ان الحلقه النهارده تكون نالت اعجابكم. بشكر كل الناس الجميله اللي استمرت معايا لغايه نهايه الفيديو، لكن طبعا بقول لكم زي ما بقول كل يوم اللايك بقى الجميل للفيديو. ما ننساش طبعا الناس اللي اشتركت معايا اول مره النهارده انها تفعل زر الجرس، وده علشان يوصلهم اي اشعار جديد من قناتي. اتمنى دايما ان اكون عند حسن ظن متابعيني. كل سنه وانتم طيبين وكل احبه قناتي طيبين.